كما كان للإمارات تاريخها الحافل بالأمجاد والانتصارات وعزيمة أهل الدار، كان لابد لهذا التاريخ أن يوضع بأيد لها من الأمانة أصدقها ومن الهمة أوسعها. فكان الأرشيف الوطني الإماراتي، وكان العام 1968 شاهداً على إنشائه باسم مكتب الوثائق والدراسات بتوجيهات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وكان يتبع الديوان الأميري، وعمل في بداياته على جمع الوثائق والمعلومات المتعلقة بتاريخ شبه الجزيرة العربية وثقافتها عامة ودولة الإمارات العربية المتحدة خاصة، من مصادرها الأصيلة في البلاد العربية والأجنبية وتوثيقها وترجمتها، ليدخل بعد قيام الاتحاد مرحلة جديدة من العطاء ويحصل على اسم مركز الوثائق والدراسات عام 1972. ومن ثم صدر القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008 الخاص بإنشاء المركز الوطني للوثائق والبحوث، ومن ثم القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2014 بتغيير الاسم إلى الأرشيف الوطني. وعلى مدى 50 عاما من العمل الدؤوب والبحث في ثنايا التاريخ وخباياه عن كل ما يتعلق بالإمارات، استطاع الأرشيف الوطني أن يحقق موقعا متميزا على صعيد المؤسسات المماثلة في الشرق الأوسط والعالم، وباتت دراساته مرجعا معتمدا للبحوث المتعلقة بتاريخ الخليج العربي ودولة الإمارات. وأصبح الأرشيف الإماراتي معلماً جديداً يضاف إلى معالم الإمارات وما أكثرها، ومعلماً ثقافياً للخليج العربي باعتباره أقدم المؤسسات الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكبر مركز وثائق في منطقة الخليج العربي. لم يكتفي الأرشيف الوطني بحفظ تاريخ الإمارات ومآثر رجال البارحة، لا، بل عمد وعمل على تسليمه إلى رجال الغد. فقام الأرشيف خلال مسيرته بعقد الندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية والمشاركة فيها، إضافة لتنظيم معارض تتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة داخل الدولة وخارجها، عوضا عن إصداره للعديد من الكتب والمؤلفات التي باتت المرجع الأول للمثقفين والباحثين العرب ليكتب بدوره صفحة من تاريخ الإمارات التي يقوم هو نفسه على حفظه وصونه.